من هنا من ضاحية البرجيه في العاصمة الفرنسية باريس ينعقد للعام 35 على التوالي المؤتمر العام لمسلمي فرنسا، ويرفع المؤتمر لهذا العام شعار القرآن الكريم فهما وتطبيقا بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة وحضور كبير من المسلمين المقيمين في فرنسا وأبناء هذا البلد. ننقل لكم عبر قناة الحوار في هذه التغطية الخاصة أبرز الفعاليات التي يتضمنها هذا الملتقى، ونجري عدد من اللقاءات على هامشه. نقابل الآن رئيس اتحاد مسلمي فرنسا الدكتور عمر الأصفر، حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور عمر، انطباعكم عن هذا المؤتمر وأنتم قائمون على تنظيمه كما أعلم؟ طبعا احنا الحمد لله الآن أمامنا النسخة 35، يعني منذ 35 سنة ونحن ننظم مثل هذه اللقاءات. أصبح ملتقى المسلمين بفرنسا، والذي كان قديما الهيئة العمومية كان يسمى الجمع العام لاتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، تطور شكلا ومضمونا إلى أن أصبح ملتقى المسلمين. ملتقى المسلمين في فرنسا له مجموعة من الأهداف، وعلى رأسها الملتقى نفسه، اجتماع المسلمين وغير المسلمين مسؤولين وقاعدة عامة في هذه الأجواء وفي هذا المكان مرة في السنة. أعتقد أننا نبلغ من خلاله رسائل كثيرة على مستوى الحضور أولا، ثم أيضا مجموعة من الأهداف تتحقق، التقاء مسؤولي المساجد، أئمة المساجد، علماءنا مع بعضهم البعض هنا في فرنسا وفي أوروبا بل حتى في الغرب بصفة عامة، ثم مع شيوخنا وعلماءنا من البلاد الإسلامية. هذا يجعل نوع من التلاقح بين الفئات المكونة للأمة الإسلامية. هنا حقيقة أستطيع أن أقول أننا نعيش معنى الأمة الإسلامية التي تتعالى على الجنسيات وعلى الإثنيات وعلى القطريات، إنما نحن هنا كلنا لآدم وآدم من تراب، مع المسلمين وغير المسلمين، وكلنا أفراد في هذه الأمة مع مسلمين في هذه البلاد. هل من أرقام تقريبية لأعداد الحضور وطبيعة الأعراق والخلفيات التي اجتمعت هنا؟ السنة الماضية كنا 165,000 مشارك، وفي هذه السنوات الأخيرة يعني نكون في هذه الحدود 165,000 مشارك. نتكلم عن المشارك وليس عن الأشخاص بذواتهم، نحن نعد الذي يدخل، الزائر الذي يدخل نعد، وإن دخل أكثر من مرة فنعد أكثر من مرة. فهذه الأعداد المتزايدة خاصة من الشباب ومن الأطر ومن النساء يجعلنا أولا نطمئن إلى سير قافلة الإسلام قدما في هذه البلاد، ثم نطمئن إلى أن هناك ما يسمى بتكامل الأجيال، وليس هناك انفصام وانقطاع بين الجيل الأول وبين الأجيال المتعاقبة. أيضا يجعلنا أيضا نطمئن على أننا على الحق، وأننا أصحاب رسالة، وأننا يعني نمثل يعني آخر هذه الأمم بخطاب وبثقافة وبشهادة على الناس. لا نلزم أحدا بأي شيء بقدر ما نحن نلتزم نحن أن نبلغهم تعاليم السماء، وأن نشهد على هؤلاء الناس بأننا نحمل رسالة، فعلى الأقل الناس يسمعون لهذه الرسالة لأننا نحن حملتها في آخر الزمان، وهم أحرار أنهم يختاروا الذي يرونه صالحا. في هذا المعنى من التضامن، هنالك من يتهم المؤسسات الإسلامية في فرنسا بالتقصير في ملف طارق رمضان، كيف تردون على ذلك؟ يا أخي، إذا كنا نقول أن خروج طارق رمضان من السجن هو الهدف فنعم كلنا مقصرون، كل المسلمين مقصرين، لكن نحن لابد أن نذكر مجموعة من الأمور. أولا طارق رمضان هو الذي قدم نفسه للعدالة وقال أنه نوعا أن العدالة بحثت عنه وذهب ليحقق معه، فتم الأمر ما كان يتصور أخونا حفظه الله وفكر الله صراحة، ما كان يتصور أن الأمر سيصل به إلى هذا الأمر، فسجن في المرة في يعني 3 أيام تحقيق، ثم يعني مسك به وزج به في السجن على يعني على ذمة التحقيق. طارق رمضان لم يتهرب يوما واحدا من القضاء الفرنسي، لكن في نفس الوقت نحن كمدافعين على أخينا وأستاذنا ومفكرين طارق رمضان نذكر بأنه لابد من محاكمة عادلة، وثم في نفس الوقت نستنكر ونندد وبشدة هذه المحاكمة الإعلامية، هذه المحاكمة قبل المحاكمة، لأن كثير من أرباب الإعلام في هذه البلاد حاكموه وحكموا عليه ويعتقدون أنه الآن في السجن يقضي يعني عقوبته. فنقول لرجال الإعلام إن في الحقيقة أنتم رسل،
أنتم تبلغون رسالة إعلامية، فلا يمكن أن تأخذوا مكان القضاة ومكان المدعي العام. ففي الحقيقة الذي يؤسفنا هو أن هذه الحرب الإعلامية التي جعلت من طارق رمضان يعني صراحة ضحية، نحن نعتقد أنه بريء، والعالم كله والأعراف كلها الدولية والإسلام يعتقد أن الرجل بريء، والرجل الأصل في براءة الذمة حتى تثبت الإدانة. فعندما يحاكم الرجل عندها ساعتها نستطيع أن نقول شيئا، لكن الآن الأصل أنه بريء وأنه أخونا وأنه مفكرنا وأن مكانه هنا في البرجي زي كل السنوات الماضية وليس في السجن. أريد أن أسأل في سياق متصل في تحديات مسلمي فرنسا، هذا العام شهدنا أن مؤتمرات مماثلة، كنتم دائما أنتم المؤتمر الوحيد الذي يضم مسلمي فرنسا، هذا العام شهدنا مؤتمرات مماثلة، كيف تراقبون ذلك؟ وهل هي مجرد يعني نوايا طيبة يقوم بها الناس لجمع المسلمين، أم تشعرون لها مآرب ورسائل أخرى؟ يا أخي، المنافسة مذكورة في كتاب الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأنا أصلا يعني دراسة اقتصاد، السوق في الحقيقة المثالية لترويج السلع والخدمات هي السوق الحرة، السوق التنافسية. الاحتكار أو السوق الاحتكارية، الوضعية الاحتكارية للسوق الحقيقة أولا لا تؤدي إلى الجودة في السلعة، وأن ترفع تضخم الأثمان، ترفع الأثمان. نحن من دعاة التنافس، لكن لابد وأن تكون هناك منافسة شريفة. نحن هنا عمر التظاهرة 35 سنة، وعمر اتحاد منظمة الإسلامية 40 سنة، وتأتي جمعية أو مؤسسة، نحن طبعا عندنا بعض المعلومات يعني نربى أنه نزج بها هكذا، لكن نرى بعض أشخاص الذين يعني دخلوا في هذا السوق بين مزدوجتين، دخلوا به بنية للأسف الشديد نية الإفساد، فيعلنون على أنهم يريدون هدم هذا الملتقى. ذلك حديث أنهم ممولون من دول خليجية معينة. أكيد هناك جهات والعالم كله يعرفها، الجهات التي خربت وتحاول أن تخرب الإسلام وأن تفوت الفرصة على دعاة الديمقراطية والحرية والكرامة في كل بلاد الإسلام والمسلمين، وأرادت الآن أيضا أن تخرب على المواطنين الفرنسيين والأوروبيين في هذه البلاد فتدفع بتمويلها. لكن ما كان لله من أنا في الحقيقة يعني لا أسمي دول معينة، لكن على كل حال يعني المعروف أن هناك جهات معينة تدعو إلى تخريب، يعني من حق المواطن أن يعرف، من حق المشاهد أن يعرف. على كل حال الآن إنهم لا يشتغلون في الخفاء، الجهات التي أقصدها لا تشتغل في الخفاء، إنما تشتغل على العلن، وأنها جعلت من المؤسسات الإسلامية في أوروبا جهات إرهابية، وللأسف الشديد أعني الإمارات العربية المتحدة، يعني إن الآن جعلتنا نحن إرهابيين. أنت الآن تنظر إلى هؤلاء الثلة من المسلمين في أوروبا، هل هؤلاء إرهابيون؟ هؤلاء مسؤولون من كل مدن فرنسا وأوروبا، ويأتون يحجون إلى هذا المكان ليتدارسوا خصوصيتهم الدينية والثقافية وليكونوا شهداء بالحق على الناس. هؤلاء نتهمهم بأنهم إرهابيون، في الحقيقة هذا الأمر يعني ليس من العدل في شيء، لكن نحن نقول أنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وكل من أراد أن يقدم شيئا بنية صادقة سيصل. طب لماذا تعتقدون أن فكرة أنه أحد يقوم بمؤتمر أنه ممول من الإمارات مثلا أو يسعى، ما الدليل على ما الإثبات على ذلك؟ عندنا قرائن يعني إعلامية وقرائن في الحقيقة تصلنا، يعني سبحان الله، يعني اللقاء الأسبوع الماضي كان بالمجان، يعني لقاءات زي هذه اللقاءات مكلفة، مليون يورو لبعض أيام. نحن الحمد لله منذ 35 سنة علمنا وربينا الأجيال المتصاعدة أنه لا شيء يعطى لك بالمجان، فعندما تدخل تدفع 10 يورو 12 يورو 20 يورو لأربعة أيام، وتكون أنت الذي تمول لقاءك وأنت الذي تمول يعني نشاطك. أما أن تدعى إلى نشاط هناك جهة تموله، ونحن علمونا في المجتمعات المعاصرة أن يمول يراقب ويوجه، فنحن لا نريد أن يوجهنا أحد، وربما عيبنا أننا نريد الاستقلالية، وعيبنا أننا نريد أن لا نراقب إنما نحترم، لأننا نحن نشتغل ضمن مسطرة قانونية. هذا الملتقى لمسلمي فرنسا هو رقم 35، ويشكل نقلة نوعية، لأن الإخوة ارتأوا أن ينتقلوا من
مسمى اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى مسلمي فرنسا، لتأكيد المزاوجة بين أمرين، بين الحفاظ على انتماء الهوية الإسلامية وبين التفاعل الإيجابي القائم على أساس المواطنة منطلقا للحقوق والواجبات، بحيث يستطيع المسلم أن يحافظ على هويته وأن يحافظ على مواطنته في هذه البلاد. ثم هذا الملتقى يناقش قضية أساسية، وهي مسألة استلهام مقاصد القرآن الكريم للحياة ولرسالة الإنسان في مجال الاستخلاف وعمارة الكون وفي تحقيق العيش المشترك لبني الإنسان. هذه المقاصد الكبرى هي التي تعين على إيجاد البوصلة الصحيحة لحسن التدين الراشد بالنسبة للمسلمين في هذا البلاد، في هذه البلاد. وهذا الملتقى يعتبر أكبر ملتقى في بلاد الغرب بشكل عام، أوروبا وأمريكا، حيث يضم إضافة إلى مسلمي فرنسا قيادات ومسلمين من أوروبا وكذلك من أمريكا ومن كافة القارات، ويشكل يعني عطاء روحي وفكري وتربوي وقيمي وتوعوي بالنسبة للجاليات الإسلامية التي تعيش مدة 4 أيام في هذا الملتقى. ولذلك نحرص على المشاركة لنضرب بسهم ولو كان قليلا مع هؤلاء الإخوة في هذه المسيرة المباركة، وهم يعملون على تعزيز النهج الوسطي الاعتدالي الذي يجنب الوجود الإسلامي من أن يكون فريسة بين طرفي الإفراط أو التفريط. هنالك مخاوف من تنامي تيار الكراهية أو التيار المناهض للتواجد الإسلامي في أوروبا، ما النصيحة في هذا السياق؟ نعم، هذا تيار متنامي، ولكن في ذات الوقت أخشى أن يقع كثير من المسلمين في داء التعميم، فيجعلون الغرب كتلة واحدة ويتعاملون مع هذه الكتلة على أنها الكتلة المعادية. والقرآن الكريم يعلمنا في سياق الإنصاف أن غير المسلمين ليسوا سواء، ولذلك من الخير لنا أن نعمل على تكثير الأصدقاء، زيادة الحلفاء، تحييد الخصوم، وأن نعمل على تعزيز الجوامع المشتركة مع هذه الدوائر التي تعمل على إنصاف المسلمين وتناصر حقوقهم وترد على صور البغي والكيد تجاه دينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة الشباب، محاضرات عامة، معارض للجمعيات والمؤسسات الإسلامية، ومن بين هذه الفعاليات دار الفتوى للناس يعني يستفتون ويجاب عن أسئلتهم الفقهية. ثم أيضا من أهم هذه الفعاليات مسابقة القرآن الكريم. خلينا نقف عند المسابقة ودوركم أنتم في هذه المسابقة بنسختها 16 الآن. هذه المسابقة كان من فضل الله تبارك وتعالى أن استثناها منذ 16 سنة، وأنا الآن الرئيس الشرفي لهذه المسابقة.
الحمد لله يعني كان الهدف منها أولا لما بدأ المعهد الأوروبي للإنسانية في شاتو شينو وفي باريس يخرجون حفظة لكتاب الله تعالى والمجازون وبدأت الصحوة القرآنية تتطور. أردنا يعني في هذا الإطار وفي هذا السياق أن نؤسس مسابقة من أجل أن يتنافس أبناؤنا وبناتنا عن حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. والحمد لله الآن في فرنسا فيه ما لا يقل عن 260 مجاز أقلهم في قراءة واحدة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ما لا يقل عن 10 من الأساتذة والحفاظ الذين جمعوا القراءة العشر وكلهم جمعوها من داخل فرنسا والحمد لله رب العالمين. طيب يعني عفوا أي طفل يرغب يأتي اليوم ويشارك المسابقة أم هنالك تجهيز قبل هذا الموعد؟ هناك تجهيز أولا في صحوة والحمد لله قرآنية كبيرة على مستوى القطر الفرنسي الواسع، ونحن ما لاحظتموه قبل قليل في هذه المسابقة، في هذه المسابقة النهائية هناك مسابقة تصفيات على مستوى 6-8 مناطق في فرنسا، والأوائل من كل صنف يعني 3 الأوائل من كل صنف يصعدون إلى المسابقة النهائية. هذه المسابقة النهائية التي بدأت بالأمس وستنتهي غدا إن شاء الله، فعدد المتنافسين فيها في الأصناف 7 هم 80 متسابقا على مستوى القطر الفرنسي. في الدول العربية والإسلامية يعاني الناس في تحفيظ أبنائهم القرآن، فكيف في بلد يعني مثل فرنسا يمكن أن يقنع طفل في هذه المرحلة الحساسة من العمر أن يقضي كل هذا الوقت حتى يخرج بهذا الإتقان؟ والله هذه أولا توفيق من الله تبارك وتعالى، ثم هي جهود يقوم بها الآباء وكذلك المدرسون ورؤساء الجمعيات كل من جهته بحسب ما يستطيع. بالأمس أنا كنت في المسابقة واستمعت إلى طفل عمره 11 سنة يحفظ القرآن كله، شارك طبعا في نصف القرآن، ولكن عندما قدمه رئيس اللجنة الشيخ سعيد أبو حذيفة حفظه الله قال أنه يحفظ القرآن كله، وهذه الحمد لله أصبحت يعني بالنسبة لنا نحن في فرنسا لم تعد ظاهرة غريبة بل أصبحت يعني ظاهرة عادية، كون نسمع أنه تلميذ عمره 10 سنوات 11-12 سنة حفظ القرآن كله لم نعد نستغرب في هذا، وهذا والحمد لله يدل على أن الصحوة القرآنية متطورة وتتطور بشكل أكبر والحمد لله رب العالمين. الآن جميع المدارس نهاية الأسبوع في فرنسا لا يقبلون مدرس القرآن إلا إذا كان مجازاً، أقل شيء يكون مجاز بإجازة واحدة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله توفيق من الله تبارك وتعالى. ثم أن هذا كذلك يعني نحن جيلنا الجيل الأول الذي أسس هذا العمل المبارك وما زال يواكب يعني هذه المسيرة، يعني فكرنا منذ بداية التسعينيات حتى منتصف الثمانينيات أن الإسلام جاء لهذه البلاد ليستقر، فلا بد لهذا الاستقرار أن تصحبه مؤسسات الجمعيات المعاهد المدارس القرآنية تكوين الأئمة والمربين والدعاة تكوين العلماء، فكل هذه المؤسسات الآن والحمد لله تشتغل بشكل متوازي، ولذلك نحن إن شاء الله يعني مطمئنون أن مستقبل هذا الشباب الآن بخير والحمد لله. الآن عندنا عشرات من الطلبة المهندسون وأطباء ومن في مجال الاقتصادي وكلهم حفظة ومجازون الحمد لله تبارك وتعالى. الحمد لله. السلام عليكم. أحمد 23 سنة من المغرب. انا فرحان بهذا الشيء هنايا باسكو حنا جينا هنايا اون في لي سالون ماروكان وداك الشيء، وحنايا سعداء بهذا الشيء اشك كل عام كنجيو نديروا هنايا هذا الشيء هنايا وهذا الشيء اللي كان. وعليكم السلام. حابين نتعرف عليك. انا ليلى من الجزائر. ما شاء الله. وحضرتك؟ ساميه من الجزائر. ما شاء الله. ايش رايكم بهذا المعرض وكيف شعور؟ والله انا الاول مره نجي لهنا، أول مرة، هذه أول مرة إلي. والله حاجة مليحة، صافا حاجة مليحة، مازلنا ما درناش كامل بس حاجة مليحة. أنا والله المكان حلو، مو أول مرة نجي أنا، معودة نجي لهذا الملتقى، ما شاء الله في كل شيء، في كل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن.
يا نور النبي ويا نور النبي
اللهم صل على حبيبنا النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي. انطباعكم عن هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المؤتمر ككل عام هو موسم الحقيقة، احنا نسميه موسم الخيرات لمسلمي فرنسا وأوروبا، فهو يعني مناسبة عظيمة يحضرها المسلمون من مدن مختلفة بل حتى من أقطار أوروبية مختلفة، ويجتمعون على العلم وعلى قراءة القرآن وعلى حضور يعني الندوات المختلفة، كذلك المعرض الإسلامي الكبير الذي فيه الكتب الإسلامية والمواد الإسلامية المختلفة، فهو تظاهرة إسلامية متميزة تماما. ما الذي يختلف فيه الملتقى هذا العام عن الأعوام السابقة؟ طبعا هذا العام هناك اختيار لموضوع مهم عن القرآن الكريم، ولا شك أن القرآن هو كتاب المسلمين الذي تجتمع عليه القلوب، ويجري المؤتمر طبعا ضمن أجواء يعني عامة سواء يعني في أوروبا أو خارج أوروبا، المسلمون يعيشون فيها فترات صعبة يعني بسبب ما نشهده من أحداث تجري هنا وهناك، سواء هذه الأحداث الإرهابية أو يعني الاستهداف الذي نشعر به يعني ويتعرض له المسلمون هنا وهناك، ولكن يعني المسلمون بحمد الله عز وجل يعني ثقتهم بربهم والتفافهم حول بعضهم البعض يعطيهم قوة إن شاء الله للوقوف أمام هذه التحديات أو هذه الصعوبات. كيف هو حال الأقلية المسلمة في فرنسا مع تنامي تيار اليمين المتطرف في أوروبا عموما؟ والله المسلمون في أوروبا يعني وفي فرنسا على وجه الخصوص أمام هذه الظاهرة طبعا التي لا نريد أن نعممها على المجتمع كله، ربما هي شريحة موجودة واتجاه موجود أيضا في بعض وسائل الإعلام ولدى بعض السياسيين، دورهم أن يبينوا مواقفهم باستمرار بالكلمة الطيبة والحسنة، وأن يتحركوا ضمن يعني الأطر القانونية المتاحة. طبعا أحيانا صوتهم لا يصل يعني لأنه ضعيف، ولكن ليس لهم إلا هذا الخيار، ونحن مدعون في الحقيقة إلى مزيد من التواصل مع غيرنا والانفتاح على المجتمع لنبين مواقفنا ونرد على كثير من الأفكار الخاطئة التي تروج عن الإسلام والمسلمين. الملتقى السنوي دائما اشتغل بشقين، شق ثقافي ومحاضرات في ملتقيات فكرية، وشق تجاري، لأنه في البداية كان العنصر التجاري غائب في المدن الفرنسية، فكان الناس تغتنم هذه الفرصة لتأتي إلى الملتقى لرؤية لشراء أيضا إضافة إلى المحاضرات لشراء منتجات تجارية أيضا. فإذا من البداية الملتقى مصاحب بمعرض على مدى 35 عاما. نعم. هذا العام كم محل تجاري لدينا وشو طبيعة المحلات؟ نحن في المعرض الإسلامي نشتغل على عدة أجنحة، في هناك كل ما هو خاص بالكتاب الإسلامي، طبعا هناك أيضا الحج والعمرة، لدينا الحلال، لدينا عدة منتجات مثلا الديكور، مثلا المنتجات التقليدية، كل هذه المنتجات ترافق المعرض الإسلامي. كم محل أو كم مؤسسة؟ هناك 350 مؤسسة وهناك 600 محل، يعني المؤسسات ممكن تأخذ أكثر من محل. كم تقديراتكم لعدد الزوار في هذا العام وما هي مقارنة هذا الرقم بأعوام سابقة؟ تقريبا بالنسبة للسنة الماضية هذه السنة أحسن بكثير، طبعا السنة الماضية كانت سنة سياسية في فرنسا، ولما تكون هناك سنة سياسية دائما في ضغط على الناس وغيرها، ولكن هذه السنة منذ أول يوم رأينا أنه في توافد أحسن من السنة الماضية. في تقديرات للأرقام الأعداد؟ أعتقد أنه راح تكونوا أيضا في أكثر من 100,000 زي العدد، لحد الآن ما عندنا تقديرات، ولكن غدا على الساعة 10 ممكن نعطي تقديرات أولية، وأكيد راح يكون العدد راح يفوت 100,000 أكيد. طيب سؤالي يعني كيف تجدون انطباعات الناس؟ أبرز الإيجابيات التي يشكرهم الناس عليها، وكنا نتحدث بصراحة أبرز الانتقادات التي توجه لكم.
تقريبا الانتقاد، انا ابدا بالانتقادات، ما عندي حرج بهذا المشكل. اغلب الانتقادات هي موجوده على الشق مثلا انه يشوفوا انه الجناح التجاري اصبح ياخذ بعد كبير، وبالنسبه للجمهور يبحث دائما على الامور الثقافيه، وهذه الامور الثقافيه المؤسسات الثقافيه ليست بالقوه التي كانت من قبل، فاخذ البعد التجاري والبعد المؤسسات التجاريه شق كبير في المعرض. وماذا يستحسن الناس؟ الناس يستحسن هذا البعد ايضا، هو البعد يعني في ناس بالجانب الثقافي والجانب التجاري، وفي ناس تاتي فقط للجانب التجاري، والجانب التجاري يعني ايجابي كثير. طبعا المحاضرات اخذت تغيرت نوعا ما، في البدايه كانت اللغه العربيه هي الطاغيه، الان الموجود بقوه هو اللغه الفرنسيه، بالنسبه للشباب هذا شق ايجابي كثير. يعني رايتكم في بعض اجنحه المعرض التجاري قد اقحمتم الندوات والبرامج الثقافيه، هل هي مقصوده يعني حتى لان الناس لم تعد تذهب للمحاضرات؟ لا، فقط للهدف هو انه هناك مداخلات داخل الجناح التجاري تحتاج الى بعد احترافي نوعا ما. مثلا في مجال الحلال في شق المحاضرات ممكن نتكلم على الحلال يعني كتأصيل شرعي، اما في المجال التجاري نتكلم على الحلال كمشاريع كفرص عمل. فهذا المجال المحاضرات الموجود داخل السوق التجاري يركز على الاحترافيه اكثر من على التأصيلات الشرعيه. السلام عليكم، حابين نتعرف عليك وطبيعه الجناح الذي تمثلونه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. كمال الزين، مدير هذا المنصة الإلكترونية توب كولكت. هذه المنصة هي منصة إلكترونية لتيسير العمل الجمعوي، لتمكين الجمعيات الخيرية الاجتماعية الثقافية من تحصيل تبرعات وتحصيل أموال لتمويل مشاريعها، ليس فقط الجمعيات والمؤسسات الخيرية بين كذلك للأفراد. مثلا هنا في فرنسا أو في أوروبا عادة يعني في بعض الناس لا يستفيدون من المساعدات الطبية لتغطية نفقات مثلا التطبيب أو المداوات أو عمليات جراحية، فأي واحد شخص ممكن يعني ينشئ حساب في هذا المنصة ويعني يدعو الآخرين لجمع لتبرع لهذا المشروع، ولما تتحمل يعني ولما التبرعات يعني توصل الى المبتغى يحول هذا المبلغ اما لحساب الشخص الذي المستفيد او لحساب الشخص الذي اسس هذا الحساب. كيف تجدون تفاعل زوار الملتقى مع هذه الفكره؟ والله هي فكره موجوده في المؤسسات في مؤسسات اخرى، ولكن غير متوجهة بالضبط للمؤسسات الإسلامية أو المجتمع المسلم. في موجود مؤسسات للمنصات كثيرة، ولكن الخاصية أن هذه يعني مفتوحة كذلك. كيف تفاعلوا مع هذه الخاصية؟ تفاعل جيد الحمد لله، في كثير من الناس خاصة أصحاب المشاريع الاجتماعية كذا يعني يقولوا الحمد لله أنكم موجودين، وفي المستقبل سنقوم بمشاريعنا، نفتح مشاريعنا عندكم حتى يحصلون على تمويل وفرص كبيرة لنجاح هذه المشاريع. قد تكون إذا كانت مشاريع شخصية، واحد مثلا عنده مشروع لإنشاء مؤسسة للعمل بها، كذلك بإمكانه أن يفتح حساب لجمع تبرعات في ده، وعن طريق أصحابه أو معارفه كذلك يعني يمول هذا المشروع، ويكون هذا الموقع وهذه المنصة سببا في القيام بهذا المشروع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك ابتداء وطبيعة مهمتك هنا. أنا مقران صحاري، أنا متطوع في جمعية يسموها جزيرة كومب، يعني إيلو دي كومب، موجودة جنب ديجون في وسط فرنسا، وعندنا فيها يعني فرم يعني ورشة ومزرعة يعني طبيعية وتربوية. هدفها ليس فقط مسألة إنتاج طبيعي لمواد خضروات أو لحوم أو، لكن توعية الناس وتوعية العائلات والشباب. لذلك يستقبل زيارات وأفواج ووفود
هناك أماكن للسكن وسياحة خضراء، ما يسمى توريزم فير، سياحة خضراء، وهو عمل تطوعي خيري، هو ليغلو دي كومب وقف إسلامي، جمعية، فالمشتغلين فيه بعض الناس عندهم أجور لأنه بيشتغل كمدير أو كمتطوع يعني عامل، لكن أكثر الناس متطوعين خيريين. يعني وقف إسلامي في مجال البيئة في فرنسا قد يستغرب البعض، يا ريت توضح لنا. نعم، هو مسألة الوقف موجودة في فرنسا، والوقف الإسلامي بحد ذاته موجود، فهناك بعض المؤسسات كمعهد العلوم الإسلامية في باريس أو غيره يوساش عاملين بالوقف، وبعض لكن إلى حد ما منتشر كثير، وهذا حل وجدوا الأوائل أنا أعرف عن الوقف، لكن فكرة أن يكون في فرنسا وفي هذا المجال تحديدا. نعم، هو في فرنسا موجود ما يقابله باسم الفونداسيون، يعني المؤسسة الخيرية، فهو موجود كذلك في القانون الفرنسي الفونداسيون، فعملوا أو جمعية عملوها خيري. أنا أقصد المسلمين بيعمل وقف، بيعمل مسجد، مركز تحفيظ قرآن، دار أيتام، إنه يعمل وقف. يا ريت تشرح لنا كيف يعني، شو هذا ليش بالذات هذا العمل، مش الوقف كوقف، هذا العمل هذا العمل ليش تحديد. متفقون يعني هذا حالة خاصة ونادرة جدا، يعني الحالة الوحيدة اللي أعرفها في فرنسا وجود وقف في مجال توعية أو التربية للطبيعة، لأن مسألة التوعية والطبيعة مربوطة بالإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم علاقته مع الطبيعة علاقة طبيعية من في كل يعني في كل سيرته، فهي مجال يعني للدعوة الإسلامية. سؤالي، كيف استقبل الشارع الفرنسي؟ يعني أكيد كثير من الناس استغربوا أنه في مؤسسة خيرية إسلامية تعنى بهذا المجال. نعم، ليس استغراب ولكن ربما تساؤل، لكن هناك تجاوب كبير مع العاملين في ميدان الطبيعة، الكوليبري، ما يسمى الكوليبري اللي أسسوا رابحي، اللي هو معروف يعني عامل في الأرداش ورشات يعني معروفة جدا في فرنسا، ومفكر وزراعي يعني كبير، ففيه تواصل مع جمعيات الطبيعة في فرنسا بنوع من تعاون طبيعي. لكن الشارع بداية الأمر يستغرب صح، ولكن انفتاح المكان على كل الناس غير المسلمين، كثير من المتطوعين غير المسلمين موجودين ويأتوا بطريقة عادية، فشيئا فشيئا أصبح عادي هذا التلاقي في مسألة الطبيعة الحمد لله. وحتى المكان بنفسه مكان عنده خاصة روحية، حتى ولو كان الإنسان غير متدين لما يأتي إلى الطبيعة فينبهر ويشتغل بالطبيعة، وفي نفس الوقت نفسيا يرتاح ويفكر في أمور ما يفكر فيها أول، حتى ولو لم نتكلم في دين ولا أي شيء معهم، لكن ففي نوع من النكهة الروحية لهذا الرجوع إلى الطبيعة. الأستاذ نور الدين بلحوت، مدير كلية العلوم الإسلامية بباريس. ما يعني ما أبرز ما تقوم به هذه الكلية في بلد مثل فرنسا؟ يعني الكلية كان هدفها منذ التأسيس هو المشاركة ومحاولة رفع مستوى التعليم الإسلامي بفرنسا. الهدف طبعا هو إنتاج هذا المسلم المواطن النافع لنفسه، لعائلته، وللمسلمين في فرنسا، ولوطنه، وللإنسانية جميعا. هل يدرسها كدراسة مساندة لدراسته الأكاديمية، أم هي دراسة أكاديمية مستقلة؟ معنى عندما ينهي البكالوريا الثانوية العامة يدخل كلية العلوم الإسلامية يأخذ شهادة البكالوريوس مثلا أو الليسانس، أم أنها دراسة إضافية يعني تثقيفية فقط؟ الكلية في مرحلتها الحالية هي في سنواتها الخمس الأولى، وبالتالي دراسة فيها تكميلية. نحن حملة مشروع دراسات عليا، والملفات والعمل فيه جاري على قدم وساق حتى نفتتح دراسات أكاديمية ما بعد البكالوريا. لكن الآن عندنا دراسات تكون طويلة المدى، لكنها لا تدخل في الإطار الأكاديمي، يعني ليسانس أو ماستر أو دكتوراه. عندنا دراسات في العلوم الإسلامية من سنة إلى ثلاث سنوات باللغتين العربية والفرنسية،
من سنة إلى 8 سنوات في اللغة العربية تخرج منتوج فعلا متميز في اللغة العربية، قادر حتى على تذوق الأدب والشعر العربي والبلاغة وفي العلوم الإسلامية كذلك، وكذلك في القرآن الكريم شهاداتنا عالمية. إذا قلنا إجازات من قراءة إلى القراءات العشر بأسانيد يعني معروفة وموثوقة عالميا، وإلى جانب ذلك افتتحنا قسم للدراسات للفنون الإسلامية حتى نبين مدى يعني نمو الحضارة الإسلامية إلى درجة أنها وصلت إلى جماليات وإبداعية في مسألة الخط، والذي كان إن دل على شيء إنما يدل على تكامل في هذه الحضارة ووصولها إلى الاهتمام بالجانب الجمالي وبالأبعاد الجمالية حتى في العمران في الكتابة في يعني الآن أنتم تقومون بهذا الأمر، هل أيضا ساعد ما تقومون به ساعد الخريج من عندكم في تحسين فرص العمل التي يحصل عليها؟ طبعا هو أن يحمل الإنسان شهادة ولو خاصة في العلوم الإسلامية 2 أو 3 سنوات فلا شك أن هذا فهو يعني قيمة مضافة في مشواره الشخصي. بعض التكوينات التي نعطيها وإن لم تكن يعني تكوينات عالية أكاديمية تسمح لحاملها أن يدخل في مسابقات مثل مسابقات المرشدين، يعني الزاد الذي تعطيه هذه الدروس هو يعني على نوع من يعني من الرزانة ومن الثقل، بحيث يعني يسمح لهذا الشخص أنه يرفع من فرصه في يعني الحصول على عمل سواء في العلوم الإسلامية أو حتى في المالية أو الاقتصاد الإسلامي. فتحنا شهادة لسنة كاملة هي وحدها ليست يعني وحدها ليست كافية، لكنها بالنسبة لإنسان كان متخصص في الفقه تعطيه مفاهيم المكملة، أو كان متخصصا في المالية فتعطيه المفاهيم المكملة في الجانب الشرعي. اسمي نجمة سيد أحمد وأنا أستاذة لغة عربية ورئيسة قسم اللغة العربية في كلية العلوم الإسلامية بباريس منذ 4 سنوات تقريبا، ولكنني أشتغل في الميدان من قرابة 30 سنة الآن، ولي أيضا أشغال في الأدب العربي لا سيما اهتمام بالأدب الشعبي الجزائري والأدب الشعبي الأمازيغي الذي أترجمه إلى اللغة العربية استمرارية لهذا التراث العربي الإسلامي الذي كان بدأه الأجداد من قديم الزمان إلى يومنا هذا، ولي أيضا بعض الاهتمامات في الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. الله، على سيرة الجزائر والأمازيغ، كيف تجدين اهتمام هذه المناطق القبلية في اللغة العربية؟ هو في الحقيقة اهتمام قديم جدا، ولقبيلة إسنهاجة وكتامة أساسا دور مهم جدا في نشر الإسلام واللغة العربية في الجزائر وفي المغرب العربي، ولكن الموضوع هذا غير معروف تماما بسبب ما يحدث من القلاقل السياسية في هذه المناطق، وبسبب ربما بعض الفئات القليلة جدا التي تطالب ببعض الأشياء التي ربما تكون شرعية من حيث الحفاظ على الهوية الأصلية لهذه المناطق، فمنهم ربما من تطرف وذهب إلى نبذ كل ما هو عربي وإسلامي، ومنهم من خلط بين المطالبة بالهوية الشخصية لهذه المناطق وبين رفض اللغة العربية ليس بصحيح. يعني نماذج أو أمثلة على اهتمامهم باللغة العربية، يعني أنت إذا ذهبت اليوم إلى مناطق القبائل لا سيما إلى القبائل الصغرى، أقصد قبائل بني ورثلان وقبائل بني يعلى مثلا، تجد الزوايا إلى يومنا هذا تحتفي بالذي يحفظ القرآن وبالذي يحفظ اللغة العربية سنويا، أي أن الأطفال يزينون لوحاتهم وهي من التقاليد القديمة جدا في الجزائر عموما في منطقة القبائل وحتى في باقي بلدان المغرب العربي، يزينون اللوحات التي يحفظ فيها التلميذ القرآن الكريم يعني على الطريقة التقليدية هذا، ويلبسون وزي التقليدي، ثم يخرجون الأطفال على دروب القرى يغنون أغاني خاصة باللغة الأمازيغية فتخرج الناس لتحتفي بهم إلى يومنا هذا مثلا، وتجد أن الشيوخ الناس تتبرك بهم فقط لحفظهم للغة العربية وللقرآن الكريم مثلا،
ومعظم علماء اللغة العربية والإسلام في الجزائر إلى يومنا هذا، يعني على مستوى الجامعات الجزائرية وعلى مستوى وزارة الشؤون الدينية، كلهم من هذه المناطق خريجون، وتجدهم تعلموا العربية أساسا في مساجد وزوايا هذه المناطق قبل أن يلتحقوا بالجامعات الجزائرية أو غيرها. فالمسألة معروفة يعني، وحتى ابن باديس مثلا الذي كان من أبناء قسنطينة ومعربا كان يحب أن يمضي اسمه باسم عبد الحميد بن باديس الصنهاجي نسبة إلى أصوله الأمازيغية القديمة وإلى قبيلة صنهاجة هذه التي عرفت بدورها العظيم جدا في هذا الدور. جدتي هذه لأمي اسمها زهرة كتاب، يعني نحن من أصول ما يسمى عندنا باللهجة المحلية المرابطون. المرابطون نقصد بهم الشرفاء الذين يا إما بحسب ما يدعون، ما ندري إن كان هذا صحيحا أم لا، من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام من سيدنا الحسن رضي الله عنه، أو ربما هم من الذين رابطوا في جامعات المغرب الأقصى ثم بعد ذلك انتشروا في باقي المغرب العربي وإفريقيا لنشر الإسلام واللغة العربية يا إما بين الأمازيغ وكذا. فنحن يعني عائلتنا من هذا. فجدتي كانت أمية ولكن ارتباطها باللغة العربية والإسلامية كان عظيما جدا، وربما حتى لا أطيل، كانت لها طرفة كثيرا ما سمعتها منها رحمها الله، أنها كلما استمعت إلى اللغة العربية الفصحى عبر التلفزة سواء تجويدا للقرآن وحتى قصائد فاروق شوشة مثلا أذكر هذا جيدا، كانت تبكي وهي لا تفهم وتقول لي ليس كالعربية والأمازيغية، العربية شيء جميل جدا بينما الأمازيغية هرطقة، مع أنها هي التي علمتني اللغة الأمازيغية وسهرت على أن أتعلمها. فخصصت لجدتي هذه كتابا أسميته حكايات جدتي ولكنه للكبار وليس للصغار، جمعت فيه عصارة فكرها وهو في الحقيقة عصارة الفكر الجزائري لطيلة قرن كامل موجود في الجزائر، يري حصافة فكر هذه المرأة رغم أميتها، والذي من خلاله تنبلج حكمة وفكر الشعب الجزائري الأمي خلال حقبة الاستعمار إلى يومنا هذا. السلام عليكم، حابين نتعرف عليك ومن أي بلد وشو رأيك في المعرض؟ أنا اسمي فاطمة، أنا من المغرب وأنا أول مرة بجي على هذا المعرض، يعني كتير حلو، يعني بنتعرف على كتير بلدان، تعرفت على بلد سوريا، بلد مصر، يعني كتير حلو. كتير حلو بيتجمع، يعني عن جد كتير حلو، كتير حلو، أول مرة بجي. إيش أكتر إشي عجبني؟ إيش أكتر شي عجبني؟ يعني الثقافات من جميع البلدان، كيف قلت لك يعني أنا تعرفت على ثقافات بلد مصر وسوريا ولبنان والمغرب والجزائر، يعني معرض كثير حلو. أنت إيش طالبة في المدرسة في الجامعة؟ أنا مش طالبة، أنا عم بشتغل هنا في فرنسا في لاكريش، ما عرفت شو يقولوا، الحضانة، عم بشتغل في الحضانة هنا في فرنسا. أنا اسمي عز الدين شمام، مقيم في باريس وفي فرنسا إجمالا منذ 25 سنة، أشتغل في إدارة شركة للوسائل النقل. أصل من أي بلد؟ شو رأيك بالمكان بالمعرض؟ أنا تونسي من تونس. شو رأيك بهذا المكان؟ أنا زرت المكان عديد المرات لسنوات عديدة. المكان هو المكان، إجمالا هي محطة أساسية من المحطات التي تعودنا عليها كمسلمين طيلة 25 سنة. المشكل أن في تقديري الشخصي، على الأقل أعطي الإيجابيات أنه هو على الأقل فرصة لالتقاء جموع من المسلمين من جنسيات مختلفة وتجميع للجالية في على الأقل مرة واحدة في الموسم. طبعا فيه الجانبين، الجانب التجاري اللي هو أخذ حيزا كبير من هذا الملتقى، وهناك الجانب الفكري
الدراسي العلمي التبادلي، أرى أنه أصبح بفعل الوقت ضيق عليه في جانب الحيز الذي يشغله. أنا أتصور أنه في خلال هالعشريتين على الأقل تحول الملتقى، بقي الملتقى، وأنا أثمن الجهود التي يقوم بها القائمون عليه، لأنه جهد ليس بالبسيط لتجميع هكذا جالية وهكذا عدد. ولكن في تقديري الشخصي أن الجانب التجاري غلب على هذا الفكر الدراسي، لكن يبقى فرصة ومحطة أساسية عند جموع كبيرة من المسلمين الجدد والقدامى والقادمون الجدد والقادمون القدماء الذين قدموا منذ عشرتين أو ثلاث للالتقاء، ولحتى للالتقاء الجيلي. سأقول أنا عشت أغلب المحطات في هذا الملتقى، أرى أنه فرصة لالتقاء أجيال متعددة، ممكن حتى في السيمة العامة الغالبة أنا عايشته 20 سنة مضت، فما تحولات في الجيل، وهذا يثمن للقائمين على هذا. عدنان البريدي، مقيم بفرنسا من 42 عام، سوري الأصل، طبيب جراحة بولية ورئيس قسم في مستشفى في مدينة مولان في منطقة الأوفيرني. يعني أنت موجود في هذا البلد قبل انطلاقة هذا الملتقى اللي هو انطلق في 87. انطباعك عنه، نجاحاته، يعني رأيك في مثل هذا التجمع؟ والله هيك تجمع أنا بعتقد هام جدا للجالية الإسلامية في هذه البلاد الأوروبية. يعني الإنسان يشعر بشعور يعني أخوي، بشعور الحمد لله، يعني ممكن أن يوجد هويته الإسلامية في هكذا ملتقات، وخصوصا أنه يعني ممكن يأتي إليها كثير من العلماء المسلمين، يعني ينموا شوي الروح المعنوية في هذه البلاد، لأنه خصوصا الآن نحن نرى هجمة إسلامية أو هجمة بالأحرى يعني عالمية على الإسلام وعلى المسلمين، يعني يتهموننا بكثير من الأشياء التي لا توجد فينا، وخصوصا أن دين الإسلام دين حق ودين وسطية ودين يعني يدعو إلى السلام وإلى المحبة وإلى التعايش مع كل أفراد هذا الكون، يعني سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، أوروبيين، عرب، صينيين، أمريكان. لذلك نحن ديننا الحمد لله دين تعايش ودين محبة. الصراحة أنا أول مرة نجي للمعرض، والصراحة عجبني بزاف، يعني متنوع فيه كل شيء. حضرت المحاضرات ولا بس المعرض؟ المحاضرات لا مازال، يمكن غدا نحضر المحاضرات. اليوم يلا جينا غير يعني نشوفوا واش كاين.